النور، أهلا ومرحبا بكم. معنا فنان شديد الخصوصية، جاء في أوائل الثمانينات وتولد في أواخر الخمسينيات، ولكنه لا يزال شاب. أتى إلى الخرطوم من نيالة أو من نيالة تحديدا، من حي الوادي. تعلم العديد من الآلات الموسيقية، الرق والعود، وأيضا تعلم الإيقاعات. وأول إيقاع كان دخله عن طريق شيرينج، دفع فيه 3 جنيه بس، وصاحبه دفع له 7 جنيه. كان بيحلم إنه يكون فنان بتاع وسط زي الكابلي، زي محمد الأمين، ولكنه افترع مدرسة جديدة سميت بين قوسين بالمدرسة الدارفورية في الغناء السوداني. أستاذ عمر أحمد محمد مصطفى، مرحب بك ومساء النور. مرحب بك أستاذ عفراء، ومرحب بالمشاهدين الكرام، وسعيد جدا يعني بهذا اللقاء. نحن الأسعد مؤكد. الفقرة الأولى دائما اسمها جديد في جديد، نحن بنتيح لك الفرصة إذا عندك أغنية جديدة عاوز تسميها على السادة المشاهدين لأول مرة، أو حتى أغنية أنت حابيها لكن لم يلقى عليها الضوء بشكل كافي. طيب أغني أغنية جديدة هي بعنوان الغيوم، كلمات والحان وعمر إحساس. يا سلام. في الغيوم الرحلة ديما بلقى نفسي بعيش معاها، في الغيوم الرحلة ديما بلقى نفسي بعيش معاها، وابقى في حضن الغيوم أسير مقيد بالجراح، أبقى في حضن الغيوم أسير مقيد بالجراح. يا غيوم استني مرة شوفي حال قلبي الضعيف، يا غيوم استني مرة شوفي حال قلبي الضعيف، انت سر جرح الألم مات قولي لي عذر الرياح. يا غيوم أنا بشكي حالي أصلي ما قادر أعيش، يا غيوم أنا بشكي حالي أصلي ما قادر أعيش، كيف أعيش وأنا جرح نازف أصلي غرقان في النزيف. أملي ارتاح في هداوة في عشاش مليان سعادة، أملي ارتاح في هداوة في عشاش مليان سعادة، بتوسد الأمل حقيقة بزرع الأشواق حديقة. في الغيوم الرحلة ديما بلقى نفسي بعيش معاها، في الغيوم الرحلة ديما
بلقى نفسي بعيش معاه وابقى في حضن الغيوم اسير مقيد بالجراح ابقى في حضن الغيوم اسير مقيد بالجراح. يا سلام يا سلام، اغنيه جميله جدا جدا. الحاجة دي يا أستاذ عمر بتخلينا نرجعك تاني لبداية الستينات أو آخر الخمسينات. التاريخ ده كيف معك في الأول؟ ما ولادة لكن يعني الأجواء الشبابية اللي بتعملها في المسرح ما شبابية وأشكال آخر الخمسينات؟ أشكال لا اللي بتعملها الآن دي كلها اتكشفت على حقيقة الجو اللي بتعمله في المسرح الراقص والضحكات وكلها. طيب نيالة مدينة يعني سبحان الله هي موجودة في منطقة جغرافية محددة لكن فيها كل قبائل السودان، نعم، فيها كل الثقافات، فيها كل الأعراق. لو نتحدث عنها وبالذات حي الوادي يخيل لي أنه برضو حي شديد الخصوصية في مدينة نيالة. نعم، وحي الوادي نيالة طلعت من حي الوادي، ونيالة الكونت حي الوادي الكون نيالة يعني، وأعرق الأحياء. ولذلك ولخصوصية وجود الحي ذاته متاقم لوادي نيالة، ده النيل حقنا هناك، ويعني حي الوادي زي كحي الشاطئ هنا يعني. فده من الاسم ده بيوري انه الحي يعني يعني مليء بالاشجار، وشريط على الوادي ده يعني يحفظ الجناين من كل الاطراف يعني، فحي مميز خالص يعني. انا بقول لهم يعني لما تكون في احياء ثانيه لما تجي حي الوادي زي ما انت كنت في حرقة قائص كده وجيت دخلت في غرفه مكندشه يعني، ف وفي انصهار كبير جدا في هذا الحي يعني، والفه كبيره جدا والناس كلها متعارفه مع بعض، فدي خلقت حاجه. وانا محظوظ انه انا ذاتي نشات في هذا الحي، وده برضه يكون سبب كبير جدا في الالحان اذا عجبت الناس. يا جماعه والله انا قديم بها لهذا الوادي يعني وادي نياله، لانه احنا اغلب اوقاتنا بنكون في الوادي يعني. حي الوادي دي الواحد الاسر ذاته ما في زول بيغيب من الوادي اكثر من يومين وثلاثه يعني، واللي يكونوا في الوادي يعني. استاذ عمر برضو من الحاجات المهمه شديده، الناس العاملين في الاوساط الفنيه وحتى في الاوساط الاعلاميه بيكون عندهم مجاهدات كبيره مع البيئه ومع الاسر. يعني انا عرفت انه والدك كان محترض شديد على سفرك للخرطوم ومحترض شديد على عملك في الفن، فلو تكلمنا شويه برضو عن المجاهدات دي. حتى في واحد من ضيوفنا في البرنامج كان بيتحدث انه لما رجع في الإجازة حبوبته قالت له إنت ولدي بتقرأ شنو؟ قال لا ما حد الموسيقى والمسرح. قالت لي يعني خليت القراية. فالفكرة بتاعت إنك تورين إنه دي مهنة ممكن أحتاج منها وكذا. لا والله، لكن هو الوالد عليه رحمة الله يعني هو ذاته ذو الفنان يعني، لو في حاجة أخذتها من جينات الفنية فيه هو، لأنه بغني طول الوقت أنا بغني لأحمد المصطفى للنعام آدم يعني هو ذاته في تناوله للفنانين. هل إذاعة كانت لها تأثير في تشكيل وجدان السودان؟ جدك تقريباً كان صوته جميل جداً. ده كان قالوا بغني، أصلاً ما حضرته لكن قالوا لي يعني كان بغني يعني، فأكيد بيكون بغني غنى شعبي وكده. فلكن طبعاً يعني الوالد لما كان رفض يعني إنه أنا أمارس الغناء، طبعاً المجتمع المحافظ ذاك المتحفظ الغريبة طبعاً في ازدواجية يعني، ناس ده أسر في مختلف المناطق في السودان ممكن يحمى أولادهم ما يغنوا الغنى الحديث ده، لكن في نفس الوقت ما عنده اعتراض انه يغني غنى شعبي. مسائل يعني كانه يعني المساله مربوطه بالالات الجبيه ما فاهم يعني. لكن طبعا الناس بيقوم خطوا في بالهم انه يعني طريق الفن ده يعني ما اشيع عن الفن، وده كلام ظلم يعني حقيقه بصراحه يعني. يعني انه الفن ده يعني علم الصياعه، والفنان كان بيقول لهم صياعه ذاته في الزمن ده يعني، فكانت مشكله كبيره جدا جدا. ودي ذاته الفرصه نحيي المراه اللي اساسا اخترقت زي عشا الفلاتي وفاطمه الحاج وقدموا يعني في ظرف زي ده النظري بالدول الرجال هين دخلا اساسا وجود يعني للمراه في وسط الكلام ده كله. فده كانت المشكله. ولما كنت جاي الخرطوم كان اعتراضه لانه مثلا انا حنقطع من البلد يعني، وكلامه طلع برضه سليم. حليتوها باللجاويد ولا حليتوها كيف؟ والله حلا عمنا اللي من عبده ده عليه رحمه الله جاء من بورسودان زاير، وقالوا له عمر ده بغني، وقال لي كده وقلت جبت العود انا مخزن ببيت الجيران. بالمناسبه العود يا استاذ عمر انا اسف للمقاطعه، لكن كثيرين ما عارفين انه استاذ عمر احساس يجيد فعلا العزف على العود وغناء الحقيبه لانه عرفوك بشكل معين من الاغنيات.
والله يا اخي ممكن برضه لغياب البرامج اللي تصحب العود يعني. يعني الخارطه البرامجيه صار بقت ضيقه ما زي زمان، زمان يعني الزول بيجي صداف ساعتين انت بتغني يعني بالعود ده وكذا، لكن طبعا البرامج بقت قد تكون ده سبب يعني انه الناس ما عرفت، وغير كذا برضه غياب المنتديات اللي فيها العود يعني. المهم قلت لي عمك ذا بالعود ده كله وجود الاورجن يعني، طبعا لما جاء يعني لغى اشياء كثيره كده والناس كان برضك بتشوف ما يفضله الناس يعني. مثلا انت بتجيب مثلا ليلى يعني في منتدى هم بيفضلوا يقول لك يا اخي ما بالعود، دايرين لك معك الات خفيفه اورجن وكمانجتين مثلا والفرقه الراقصه. نعم يعني فهذه بقت يعني حجمت مساحه العود يعني، لكن الغناء بالعود غناء جميل. نرجع للجاويد، رايك شنو؟ فعمك ده ثاني هو انا جاء يعني، فقمت رجعت من فجبت العود بيت الجيران وغنيت له وكيف جدا واسرار في نفسه ما قال حاجه. لكن لما جينا للغدا طبعا الناس ايام الدرا والناس بيقعدوا مع بعض، فشكل الوالد شكل شديد خلاص، ولدك داير يطلع فنان كبير وانت تقعد تحميه وانت متخلف و فالحاج بعد ذاك سمح لي يعني، خلاني بعد ذاك هو ما قال لي غني، لكن يعني بعد ذاك يعني ما قام بيسألني يعني وما بضايقني وسمحوا بوجود العود يعني العود في البيت يعني. فبعد ذاك هو وصلت يعني وانا مطمئن. طيب في حاجة تانية برضو الناس ما عارفينها، انه عمر احساس ده كان ممرض، ممرض كبير جدا في مستشفى نيالة وعمل دبلوم بتاع تمريض. نعم صح. دي طبعا لها قصة برضو، كان قصة مربوطة بجيتي للفرطوم، لانه الوالد لما رفض لي انا حقيقة تمردتها ودخلت في هذه المهنة، مهنته ذاته يعني. الوالد اصلا ممرض في مستشفى نيالة يعني. نعم. ودخلت في هذه المهنة يعني الإنسانية الكبيرة جدا جدا وأنا سعيد بها، وللآن أنا سمستفيد منها وأسرتي أيضا يعني، للخبرات الطبية الواحد فينا أخذها يعني في الزمن ذاك يعني، الدراسة دراسة كانت يعني حقيقة. وثلاثة سنة وأخذت فيها الدبلوم ده، لكن بعد ذاك طبعا مع يعني أساسا الرغبة هي أنا أدرس موسيقى. إحنا قبال الرغبة إنك تدرس موسيقى عندنا موضوع ثاني مهم جدا، لكن حنمشي ليه بعد ما نتعرف على الفنان الكبير عمر احساس، وانه في حاجه برضو ما عارفينها الناس، دارين نبدا الفقره الاولى دائما اسمها جديد في جديد، فكره الغنى الشعبي واستخدام حتى الريك، فهل ممكن تستخدموا لنا وتدينا جزء كده من الاغنيات الشعبيه؟ عشان كده فاجاتوني بالريك ده. في رونق الصبح البديع، قوم يا حمام يا حمام اسمعني الحان الربيع، الربيع في رونقه، وقوم يا حمام وحي الغمام، انا لي فيك شوق واهتمام، اسمعني مشهد واكصدى وصدى وصدى، ايه اسمعني مشهد واكصدى، الله دا الربيع اقبل بدا وبدا وبدا، يلا الرياحات مست يدا، والشاهب قطر الندى، في رونق الصبح البديع، صحة الورود في كل رطوة، تبسم الزهر الوديع الوديع، في رونق الصبح البديع، قوم يا حمام يا حمام اسمعني الحان الربيع، الربيع. يا سلام يا سلام يا سلام، جميل جدا جدا. استاذ عمر انا دايره ذكرتونا الماضي يعني بدايات الفنيه قبل كم؟ سنة كم؟ أحسبي يعني وما تعديش. أستاذ عمر دارك تحكي للسادة المشاهدين حكاية أول إيقاع تمتلكه وحكاية الشيرينج، أنت دفعت 3 جنيه بس وصاحبك دفع عليك 7 جنيه، وحكاية بعد ذاك الفرقة الموسيقية المصغرة الإيقاعية، صاحبك بالريك وإنت بالإيقاع، كمدخل لعالم الفنون والنجومية. والله طيب المدخل للإجابة دي ذاتها أو للسؤال ده في إنه لإجابته
حقيقة احنا كنا في ممتحنين للثانوي من الثانوي العام للعالي، واختاروني يعني فرضت علي المشاركة يعني فرضا، لأنه أنا زول خجول جدا جدا يعني ولازلت. وقام الأستاذ معتصم كرضوان، أنا أحييه يعني، فأصر إنه يشاركوا اثنين من الفصل يعني بتاعنا ذاته. عندنا أخونا عيسى هذا برضو له التحية، فهو ده جريء جدا، قام رفع يده بجراته دي في النهاية قرأ دراما. وقام رشحوني شلة، فقمت غنيت الندامة وأحلى منك. فحقيقة بعد ذاك الناس بيجوا يفرضوا علي محل ما أمشي إنه لازم تغني لي حاجة، تغني لي، دخلوا لي القصة دي بعد ذاك في دماغي. وحقيقة أنا سعيت ألقى في زول عنده إيقاع عشان بعد ذاك نبدأ نعمل فرقة وكذا، وكنا صغار في السن يعني 15 سنة أو 15 وشوية. فمشيت حقيقة لأخونا يوسف باب الله الفنان المعروف في نيالة يعني بحييه، فطرحت له المسألة دي، قال لي يا أخي والله الإيقاع أنا هتخلصها منه فريق بس. فقمت يا اخي قلت له طيب ما نشترك نجيب ايقاع من الخرطوم بيجيبوا منه، قلت له انا ممكن اسافر. دي كانت اول سفره لي للخرطوم بالقطر. بالقطر خمس ايام. وقمت يعني كان عندي رادي كده جابوا لي الوالد هديه بعته، جاب لي خمسه، انا شاركت بثلاثه وهو شارك بسبعه، لانه كان زوج شغال يعني عنده شغال ترزي وعنده محل وكده. أخونا يوسف باب الله رجل أنا حيو شديد يعني. فجيت الخرطوم هنا من دكان قريب الله هنا، أخذت الإيقاع ورجعت طوالي القطر الثاني طوالي بعد ثلاثة أيام. وأنا مسافة القطر دي أنا تعلمت الإيقاع لما نزلت هناك، وانت علمت أخونا الزبير والقطر ذاته إيقاع القطر إيقاع حقيقة. وأخونا الزبير بكر يعني قمت علمته الايقاع وكده. وبعد ذاك كنا في النواه بتاعت فرقه مركز شباب النياله، ولكن كنا بنغني بالشعبي ليه؟ لانه ما عندنا امكانيات نجيب الات. وفعلا غنينا بنفس الطريقه دي لغايه ما امتلكنا الات يعني. عندنا اخونا ابراهيم سوناتا امتلك اكورديون من اخوه، عندنا اخونا احمد باص امتلك عود، اخونا فخري كمانجا، واخونا ترنين بروفيسور ترنين ترامبي، وهكذا يعني المجموعه كلها انا واحييهم كلهم. وبعد ذاك قمنا بعد ما امتلكنا الالات دي تحولنا طوالي للغناء الحديث. يعني مريت بفكره الغناء الشعبي ومريت بفكره الغناء الحديث دي. لكن برضو في فتره من الفترات مريت بانك انت انضميت لفرقه موسيقيه عسكريه، مش كده؟ هو مش كده يعني، لا الفرقه اساسا كان في الظاهره بتاعت مش الظاهره، بدا اخونا يا اخي له رحمه ومغفره بيتعلم الناس القرايه من النوته وبيتعلموا لا هم بياخذوا ناس محترفين. هم ما حاجه تعليميه ولا حاجه، بياخذوا ناس محترفين واصوات مجازه كمان. حتى يعني انا حتى ناس في فرقه سلاح النقل لما اتصلوا بي كان فيها صلاح كوسي وعثمان اطرش وايوب عبد الرحمن الله يرحمه، ودايرين فنان يربيهم ويكون صوته مجاز. فكنت انا تم ترشيحي وجيت، وحقيقه الفرقه بتاع سلاح النقل دي انا وفرت لي يعني فرصه انه اشوف السودان، وتفرق انك تقرا مش كده؟ عارف البلد دي، فرصه انه انا اكون مدعوم يعني، اشغل ثلاثة ايام في الاسبوع ساعتين في اليوم، وعربيه بتوديك وتجيبك، وتفرغ اثناء الدراسه يعني مع التفريغ والكذا ده. انا كنت يعني امتلكت اشياء كثيره جدا وقتي، وامتلكت لي فرقه مكون من 24 عازف، وحقيقه الفرقه دي نفعتني كثير جدا، لكن في نفس الوقت اضرت بي في حاجه ثانيه، انه كان الاعمال اللي قدمناها كلها كانت عباره عن اناشيد، كان ايام مايو اكيد كفرقه عسكريه. بمناسبه ايام مايو يا استاذ عمر، دائما في تقاطعات ما بين المثقف والسياسي، دائما في العداده، عداء فطري اقرب للعداه ما بين القط والفار يعني. بعد مايو انت رددت العديد من الاناشيد لثوره مايو، وحتى حصلت لك بعض المشاكل، كانوا يقولوا انه صوت عمر احساس انتهى بانتهاء مراسم دفن مايو. نعم. وتم تقريبا يعني ابعادك نوعا ما بعض المضايقات برضه. نعم. لو تكلمنا عن الفتره دي. والله مضايقات كثيره طبعا، زي ما اسلفت في انه التغني كان حسب تكوين الفرقه الوحده دي، فرقه تابعه لوحده سلاح النقل يعني. وطبعا بالنسبه للضابط المسؤول كويس معه كريديت انه هو يعني يغني للرئيس وللحكم ولا كده وبتاع، فعملنا شغل كويس جدا. لكن في النهايه طبعا لما مايو انتهت جيت اسجل، انا صوت مجاز يعني. اول حاجه
هنا قضوني جات الصوت وقالوا لي انتهت فعلا بذهاب مايو، الصوت انتهى معاه وزهقت وكنت ماشي راجع البلد يعني، الناس تقول من القطر رجعوني ثاني. ماشي التمريض يا الزراعة؟ لا ماشي زهقان خلاص يعني، ما بعدك ما حد تعمل شنو هناك، لكن راجع البلد. بلادك حلوه ارجع لها. فالمهم بعد ذاك يعني، واشكر اخونا عثمان الاطرش في الحته دي يعني، كان يعني له فضل كبير جدا انه حكى تجاربه وحاجاته دي بالنسبه لي كده، وقويت بها حقيقه. وجيت ثاني صادمت اجلس صوتي ثاني 86 يعني، ما بقت لي اجازه 86، ما بقت لك عظه وعبره انه يجب على المثقف والفنان ان لا يسير في ركب السياسه؟ نعم عبرة كبيرة جدا، وذكرتها كم مرة، بقول أنا لو والدي يعني طلع رئيس أنا بغني له يعني، بعدك بنغني للوطن، الموجهات العامة فيما يخص الوطن ويخص شعبه، لأنه السياسة الأولى بالنسبة للفنان هي ما فيها السياسة، ما فيها ثوابت، والعكس دي برضه فتحت راسي لحاجة ثانية، إنه الفن فيه مبادئ وفيه ثوابت، لكن السياسة ما فيها ثوابت يعني، حسب المصلحة بتاعتك يعني، إذا كان يعني أنت كحزب ولا كدولة ولا ك فرد ناشط يعني. طيب ممكن نحن من مجال السياسة التي ألغت نسبيا صوت الفنان عمر إحساس وعملت له خلينا نقول حالة كده أقرب لحالة الاكتئاب، وأنه يعني عاوز يرجع مرة أخرى وعاوز يبتعد، مكره أخاك لا بطل، نرجع للأجواء المبتهجة والفرايحية، أغنية هي أصلا من أغنيات الطنبارة وانت عملت لها إعادة إنتاج موسيقي، صغيرون ممكن؟ نعم ممكن طبعا. الصغيرون عليك الله يرتوف علينا مرة، الصغيرون الصغيرون عليك الله يرتوف علينا مرة، أنا يا عريس بنت مدايا بنت مدايا بنت مدايا بنت مدايا، قلبي قدامي بوراي ادق لنجاي تعال نجاي، الله ينجي كم من الحراي عليك انا الله صفق معاي، عليكم الله صفقوا معاي، ده الطنبور الحرق حشاي انا اتجنيت بكورك ساي، زي الصغير الفطوطة حاي اللي ساه وما كمل اللي باي، انا اتجنيت بكورك ساي زي الصغير الفطوطة حاي اللي ساه وما كمل اللي باي، في قناص عيهم بجاي ما حسقون الموية بالكباي، صغيرون عليك الله الصغيرون عليك الله يرتوب علينا مرة، أنا يا عريس قطر سنار يا قطر سنار قطر سنار يا قطر سنار قطر سنار جرح حديد وقام شالته مسافر لقدام، وبسأل ليه النبي المختار ما يحصل قدر على القطار، ولا هوا ولا غبار ولا أمطار شالته مسافر لقدام، برسل ليه ولا هين وبيمشي ليه، ولا نسان بيسافر ليه، ولا بسطة بتوصل ليه، ولا تلفون بينبر ليه، ودل بهاتي بشتهي ولو بروح النهار كالداري بمشي ليه، بلد بعد في درب بمشي دف الديرب بقيت أغني بيه، زي الطنبور بقيت أهاتي بيه، ديسك طويل يجرب في الوطا كيتن علي تمشي وططا، ديسك طويل 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 ديسك طويل يجرب في الوطا كيتن علي تمشي وططا، كيتن علي تمشي وططا، كيتن علي كيتنا علي تمشي وططا، كيتنا علي
وصفقة لي عشان وصفة، سمحة لي عشان وصفة، رقصة لي عشان وصفة، في مشياتة قتلاتة أخياتة جاراتة صديقاتة، في مشياتة قتلاتة أخياتة جاراتة صديقاتة رفيقاتة خالاتة عماتة، جميتنا مرتنا عيتنا، جنيتنا وعيتنا مرتنا، جنيتنا عيتنا مرتنا، وكل زول اللي عنده الشبع أتار الجمال فينا، صغيرون عليك الله صغيرون عليك الله، جر التوية جر التوب جر التوية جر التوب جر التوية أنا يا غريبة إنه أغنياتك بتخلي البني آدم في طاقة بتاعت فرح غريبة. مرة قصدي لك. أستاذ عمر، الشيء المدهش إنه أسي صغيرون الناس كلها بيقول لك دي أغنية عمر إحساس. ما بكونوا عارفين إنه الأغاني دي أصلاً من الأغنيات التراثية. بيئة. الفولكلورية. الما معروف شاعرة منه. واللي اشتهروا بها طنبارة معروفين، اثنين من الطنبارة في مناطق دارفور. انت عملت لها كردفان. كردفان. لا. وعملت لها إعادة إعداد موسيقي من جديد، وحتى يمكن عملت جزء صغير منها. هو اشتهر بها قلنا يعني طنباري طنبل الله يرحمه وعمر، ودين الطنبارة اثنين دين اشتهر بالأغنية، لكن هي طبعا بتداول كل ذول بيضيف لها حاجة. وحقيقة طبعا تحية لحي قليصة، في قليصة حيهم بجاي. الناس عم بيسمعوا الكلمة قليصة ما بيعرفوا هنا النادي وين قليصة، دي غريبة في شمال كردفان. وتحية لأهلها يعني الأساس أن يطلعوا الجمال ده كله يعني، وتحية للزول اللي ألف فيها الطنباري الكلام ده كله يعني. لكن بعد ده كل زول بيضيف حاجته بيزول في باله يعني. ولكن طبعا هي عمل وانت هسه كبير قلت الحاجات دي بتخلي الزول يعني انا لما محلق قمت انا فاهم؟ قمت لما قمت رجعت يعني للايقاعات الموجوده، انا قاعد اقول للناس دائما انا بطلع اغنيه حديثه مرتكزه على موروث ايقاعي بعودتنا لحاجاتنا، لانه اصل الايقاعات بتاعتنا المحليه دي كلها ايقاعات راكس. اذا مشيت شمال السودان شرق السودان غرب السودان وسط السودان كل الايقاعات اللي ما في زول بيعاد بيسمع لا حاجه ويكون قاعد سايد، كنت كيف الا هو في الحاجات بتاعت المناحه وكده يعني، كنت كيف حتى المديح ما بنقعد فيه ازاي، صح ولا لا؟ صحيح. فيبقى نحن الايقاعات بتاعتنا دي هي اساسا فيها الحياه وفيها الباور اللي نحن محتاجينه كاغنيه سودانيه ولا كاي نشاط موسيقي سوداني. المديح ذاته نشاط موسيقي يعني فن، الناس بيعترضوا على كلام ما بعرف بيعترضوا على شنو، لكن نشاط موسيقي. زول اللي بيلحن النايدة ده ما ملحن. واحده من وسائل الدعوه الاسلاميه في السودان فكره اعمال الطبل الافريقي. نعم. حلقات الذكر وحلقات المديح كانت دي مدخل لانتشار الدعوة الإسلامية. نعم. دخلت ناس مو بديدة دخلت نشرت الإسلام ده كله في السودان وفي مجاور يعني. نعم. أستاذ عمر، في حزام البقارة في مناطق دارفور وفي مناطق كردفان. الحزام ده فيه العديد من الأغنيات والإيقاعات، خلينا تقول السلم السباعي اللي هو الأغنيات العربية الأقرب للخليجية. أنا مندهشة شديد من إنه يكون الحاجة دي موجودة في منطقة غرب السودان، هي موجودة أيضا في الشرق، لكن لأنه منفتح على المملكة العربية السعودية، منفتح على اليمن، عشان كده بتجي إيقاعات السماكة والسلم السباعي والأغنية العربية. جاتكم من وين؟ ولو تدينا برضو إضاءة عن الإيقاعات في الحزام ده. هو طبعا يعني ما بنقدر نقول سلم سباعي. نعم، في الشكل ده موجود شكل المقامات الموسيقية العربية. هو العربية كويس، وممكن يعني نقول أقرب للخليجيين كويس، لكن ما بنتش الشوام والمصريين وكذا وكلام ده. بعد ذاك برضو في الهجين بتاع التلاقح اللي حصل في المصاهرة، القبائل العربية ده ما جوا كده هم يعني
كريال دخلوا كده وتصاهروا مع القبائل الموجودة هناك وأخذوا منهم النموذج الإيقاعي ده، الإيقاع ده بتاع في إفريقيا يعني. ومزجوا ما بين الحاجتين دي، كل واحد أخذ الحاجة بتعبر وتفصح عن حاجاته يعني اللي بيقوم بيختزلها في الإيقاع أو في الأغنية دي أو في المقام ده أو كده. ولكن احنا طبعا ده جانا برضو هجرات يعني، احنا مشتركين الحاجة دي بس ما الناس ألقت على ظلال يعني. لكن انا مشيت المغرب العربي ده، مشيت موريتانيا ومشيت الجزائر ومشيت المغرب ومشيت تونس، فلقينا احنا مشتركين مع الناس دي. دي تأكد انه الهجرات بعد سقوط الاندلس دي جات هجرات بهنا، دخلت دارفور والوفود الماشية للحج نفسها برضو دخلت دارفور بهنا. اي ما هي دخلت دخلت بتشاد ومشي كده يعني. هسه كثير من قبائل دارفور عندها بطون في تشاد، فتجد دوري انه في ناس دخلت ورجعت ثاني وفي ناس فضلت قاعده هنا. ف ده تفسير يعني جاب الكلام ده يعني. طيب لانه الان دخلت في قبائل محتفظه بطريقتها في التعايش وما يحصل في الباديه العربيه، من ضمنها العرب الروحان نفسهم. نعم. يعني محتفظين بذات السمت القديم. نعم. طيب يا استاذ عمر، العديد من الايقاعات يعني انت طبعا رب الأغنية الإيقاعية في الغناء الحديث. لكن الشيء المدهش أحيات إيقاعات حتى من مناطق النيل الأزرق يعني، مثلا في ومن دارفور بنلقى الفرنجبية وبنلقى الكلش والعديد من الإيقاعات المختلفة. لو برضو أخذت العود وديتنا مثلا 4-5 إيقاعات قد تكون غير معروفة في أغنية الوسط أنت أدخلتها للأغنية بتاعت المركز. والله طبعا انا 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 سعيد انه انا ذاتي سوداني جوا هذا المساحه قد رقم 1,000,000 مربع، لكن مساحه جديده ما فيعني بنهل من كل هذه الايقاعات. واذا كان انا كنت مركز على دارفور، الناس بيقولوا الاغنيه الدارفوريه كنت غير متوقف عليها، التركيز بقى على السودان. الله يفتح عليك. ممكن في البدايه انا في بداية قدمتها كنموذج يعني نلفت نظر الناس عبر سهره كان سميرة ملامح من بلادي، قدمناها سنه 91 وخلقت اللفتة دي، لكن في نفس الوقت فرض عليها هذه اللونية. لكن بعد ذلك تنامى فهمي في التناول والطرح وكذا يعني. هسه في ده إيقاع اسمه العريج. أيوة يا دي مظاهر عسل نقطائر، أيوة يا عسين انت يوم طليت يا عسين شح قلبي وفتح باب الهي، يا عسين انت يوم طليت يا عسين انت شح قلبي وفتح باب الهي ويا دي مظاهر. بعد يعني لقاء شبابي عمرنا ضغيته ما اعرف، لكن شبابي عمر منو لو سمحت قول عمري ده. في اغنيه عريج دي انا شاركت بها في تونس واثرت الناس يعني، خافوا منها في الاول الموسيقيين هناك، لكن في النهايه قعدت معهم فكينا النوته كانوا بيجا التجاوب وعزفنا يعني، مش حتى بيتشاغلوا بين فقرات الفنانين الثانيين حتى يعني. سمعت الحدري لا قدام ولا ورا خلاني البرق داك انساك في الخلا وانسى من ورا الفاح ونسيم المرجا وفراح مسان حاله للطب اتنمى ومشيت دروب سلام انسى زعل الجفا انسى زعل الجفا انسى زعل الجفا. ده هجين بين رقص اسمها العريج لانه الرقصه بتاعتها زي بتاع الكرك كويس، وبعد ذلك بخلفها بصفقه بتاعت سنجك. السنجك ده فن غريب يعني، فن بتاع ارتجال وانت زول شعره يعني، الشعراء بيجوا يتباروا في الحته دي كل زول يعني قطع اخضر يعني. المعلم بتاع اللغه العربيه تلقي يحشد ادواته دي كلها في النص اللي بيقدمه، بتاع
الميكانيكي بيحصد ادوات وما كده يعني. بعدين حزام البقاره ده يا جماعه تمارس بالليل في الاغنيه السودانيه في استاذ عبد القادر سالم وفي استاذ عمر احساس، يمكن دين من ابرز الناس، معهم اخرين لكن من ابرز الناس اللي ورونا الايقاعات المختلفه بتاع حزام البقاره المنقسمه بين دارفور وكردفان. نعم، وفي ايقاع رخصه الزغاوه تنوبر جوي جوي كيني كابرا، تنوبر جوي جوي كيني كابرا، منا أسويني منا أسويني تجي تبقي لرغن تاتو كيني كابرا، لرغن تاتو كيني كابرا، منا أسويني منا أسويني تجي تبقي. وأنا مر سريع في الفور دقلي يا ويا دنكوين بليني، دنكوين بليني، أتينا سلام، أتينا سلام، إن دار فور بروندو، أتينا سلام، إن دار فور بروندو. دي الفرنجبية المعروفة يعني. شكرا يا أستاذ عمر على الإيقاعات الجميلة اللي قدمتها لنا، والإيقاعات دي أعادت إحياء الإيقاعات الدارفورية مرة أخرى وتحويلها لأغنية الوسط وتعريفها حتى للعالم والفوز بجوائز عالمية عديدة في مجال الموسيقى. لكن في جانب آخر غير العازف وغير المغني، جانب الشاعر، وبعض أصدقائك بيقولوا إنه عمر إحساس ذا كتابة القصيدة دي مرتبطة بمواسم عاطفية. والله أنا ما بصنف نفسي شاعر، بل بالعكس متغول عليه عالم الشعر يعني، لكن ليه العذر في إنه أنا بفصح عن زي ما قلت مواسم عاطفية ومواسم بتاعت أفكار لحنية يعني. احيانا بتكون عندي مشروع فني ما البلقى لي شاعر مثلا يجسد لي زي مثلا اغنيه حمراء مثلا عندك مثلا اغنيه جميله نعم، فيعني الفكره بتاعتها مختلفه. دارفور بلدنا برضو انا استكتبت كم من الشعراء برضو ما ادوني الحاجه الدايره انا، فقمت برضو عملت الشغل ده يعني فكده. اما بتاعت المواسم العاطفيه زي اوعديني، زي اوعديني دي اللي هي كتبتها لمنو؟ والله كتبت على المدام. ايوه احييها اهلا وسهلا. نحن كمان بنحييها. وفي اغنيه بتاعت الغيوم انا برضو يعني في اعمال كده معينه مربوطه بحاله انت ذاتك مثلا بعض مرات بتكون في صفاء ذهني، تكون ما في يدك في قصيده بتكون برضك بتعمل حاجه احيانا اللحن بيجبرك بيجيك لحن يعني بيجيك الالهام ده وانت بعض مرات ممكن ما في نص في يدك قريب بتعمل حاجه يعني. في أغنية عشان أرتاح برضو من الأغنيات اللي مرتبطة بالمواسم، جبت لنا تعريف جديد يعني وهكذا يعني. طيب يا أستاذ عمر، رغم أنك أنت غنيت العديد من الأغنيات الفولكلورية والعديد من الأغنيات التي سميت بالأغنيات الدارفورية، لكن تعاملت مع شعراء الوسط إسحاق الحلنقي، يتجاني حاج موسى بصورة كبيرة جدا، عبد الله الكاظم، ربما يكون في بعض الأغنيات المرتبطة بالمنطقة، مدني النخلي، وتعاملت برضو تخلي مع ملحنين آخرين غير الملحن عمر إحساس. نعم، تعاملت مع ملحنين سليمان أبو داود الله يرحمه ويغفر له. آمين. الدكتور الأخصائي العيون بقول له أخصائي الفنون كمان محمد عبد الله حمد صالح. يعني العديد من الملحنين وزميلتكم شادي عطل منان، حسن القدال، يعني عدد من الملحنين، لكن ما نسبة كبيرة يعني. أنا بتعامل طالما العمل مثلا راق لي وبلقى إنه بيضيف لي في وسليمان عطية مؤخرا يعني، فبقوم بتناول اللحن يعني. طيب حتسمعنا منو للشعراء اللي تغنيت لهم أغنيات هي أقرب لأغنيات الوسط؟ والله يا شيخ أول شعراء كتار جدا جدا، ما أسأل أغنياتي غير أغنيات الوسط أكثر من الأغاني اللي اشتهرت عند الناس يعني، لأنه دي بدايتي عبر سنين طويلة جدا جدا. ودي اغنيه قديمه يعني وجديده لاخونا الشاعر مدني النخلي يعني بنحييه، شاعر المرهف نحييه. طول
والت وين شركت وين وغربت وين وين زمان الصعب والرتعب والشغل مشات لا حسنا لا خبر طولت وين طولت وين شفكت ناس بيستنوا ناس كانوا عرفوا ليه دربك درب كانوا عرفوا ليه دربك درب كانوا عرفوا ليه دربك درب كانوا عرفوا وطولت وين شفكت ناس بيستنوا ناس كانوا عرفوا ليه دربك درب كان عرفوا لدربك درب كان عرفوا لدربك درب كان عرفوا وحيرت قبال الكتير أحبك كتير ورادك كتير وعشقك كتير ديل حبك كتير رادوك كتير وعشقك كتير كتير ونسوك كتير والماشي في دربك تعب طولت وين شركت وين وين وغربت وين الزمان الصعب والرتعب والشغل مشيت لا حسلة لا خبر طولت وين واقف أنا متوقعك في أي حتة ومنحنى أتخيلك وعد المنى وعد الهنى واقف أنا متوقعك في أي حتة ومنحنى أتخيلك وعد المنى وعد الهنى واقف أنا متوقعك في أي حتة ومنحنى أتخيلك وعد المنى وعد الهنى عطر الكلام في الغنى اللهفة والمشتاقنا عطر الكلام في الغنى اللهفة المشتاقنا وانا بسألك طولت وين شركت وين وين وغربت وين 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 شركت وين الزمان الصعب والرتعب والشغل مشيت لا حسلة لا خبر طولتي وين 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 الحاجة الغريبة أستاذ عمر تغني في المسرح بتكون غول بتاع مسرح وبتخلي الإيقاعات مرتفعة ودم الناس أقرب لأنه يعني حمامة محلقة في الفضاء تغني أغنيات الشجن تخلي الناس على حافة البكاء ففنان مختلف بكل المعاني والمقاييس والمعايير شكرا لك أستاذ عمر ونحن بنمضي نحو النهايات دائما في البرنامج دي عندنا سؤال مفصلي اللي هو دور الثقافة في قيادة الحياة الحقيقية يعني في بداية البرنامج تحدثت إنك أنت كنت نادم جدا لما غنيت للسياسة
وبرضه وردي في واحدة من اللقاءات اللي حضرتها قال إنه هو كان نادم جدا عندما تغنى لمايو ودفع الثمن باهظ، وقال لكل الفنانين تاني ما في زول يغني من أجل السياسة. لماذا دارفور الغنية بالإيقاعات اللي اتطرقنا لها قبل شوية، الغنية حتى بالمعادن، الغنية بالزراعة، الغنية بالرعي، لا تستطيع الثقافة قيادتها؟ لماذا؟ والله هي الثقافة هي حاضرة وقايمة بدورها بالحقيقة من خلال مكوناتها المختلفة، يعني إذا كانت في الفنون التشكيلية، الدرامية، الغنائية، الموسيقية البحتة قامت، والفناء والغناء الشعبي أيضا يعني ما نفصله كويس يعني، ودي شكلت وجدان السودان ووحدت بيناتهم وجسرت ما بين كل القلوب الناس والجهات المختلفة يعني كويس. ولكن يعني تغيب حقيقة هي يعني ما أساسا الفن ده يعني الفنان بيألف وبيسوي حاجاته يعني الفنان معني يعني، ولكن المنابر دي الفنان ما بيخلقها هو يعني كويس. نعم حل ممكن حتى لو خلقها بيخلقها على مستوى محدود يعني، ولكن الانتشار الكبير من خلال الأجهزة الإعلامية، من خلال سياسة الدولة نفسها يعني، الدولة نفسها تشجع يعني، إن غابت الأجهزة الإعلامية من مسألة زي تكون دي استراتيجية ثابتة وجرعة يومية تعزز ذاته من الانتماء لهذا الوطن. أستاذ عمر أنا قصدت شنو؟ مسائل بقت ضعفت عنده، لكن في 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 الواقع هناك، في الواقع بصراحة يعني يعني حاصل يعني الناس بتقدم شغلها زي ما قلت، لكن إذا جينا للإعلام الشعبي نلقى الناس إنه دي لازم يقادوا يعني. شوف يا أستاذ عمر أنا معليش للمقاطعة، لكن أنا قصدت حاجة زي عزة في هواك مثلا، عمل خليل فرح أثناء الاستعمار، عمل في غياب المواعين مثلا يوم ضفاير قود الرسن وهتفي فليحيى الوطن، الدور الشعبوي للمثقف، الدور في تغيير الحياة زي مثلا ما حصل في الثورة الفرنسية في غيرها. فأنا بتحدث إنه ليه الثقافة في السودان ما قادرة إنها تقود الحياة، وليه إنها هي متذيلة السياسة ليوم الليلة. أنت بالأمثلة ذكرتها ده أنا أذكر لك عشرات الأغنيات أساسا قايمة حقيقة، لكن شغال بامنه عشرات المؤلفات، اخونا محمد جوار له مؤلفات كثيره جدا في الوطن، انا جنبك ده عندي 38 اغنيه عن اشكالات الحاصله، عن النزاع، عن النزوح، اللجوء، المراه، الطفل كده، الاشكال القبلي السياسي ده كله ما بستوعب عليه، لكن ما هي دايره منابر مباشره كويس. الان انا جيت من الجنينه، الناس عندهم اراء مختلفه يعني في ما حدث في الجنينه، وفي ناس هناك ذاتهم في المحل المحلي هناك يعني بيقول لك يا اخي كان الناس يعملوا، كان الناس ما تعرف قيمه الثقافه كويس. ليه؟ لانه المساله ما مطروقه، لو الناس تنطلق للناس الليله تجربه ايلا دي حاضره، انا حيو هنا ده كويس، ايلا وعندك احمد هارون ديل بصراحه ديل الناس ديل فعلوا وكبر فعلوا الثقافه في لما كانوا هم حكام في مناطقهم. المشكله انه بيثقفوها يعني الثقافه بيحركوها الحكام، وهي نحن دارين الثقافه تحرك السياسه. ما انت انا بحركها في مجالي هنا ده، نعم الاغنيات اللي لسه جبتها من احساس بطلع المسرح ده، انا بعمل لك ثلاثه حفلات ورا بعض ولا اربعه، ما بكرر اغنيه، كل اغنيه وطني كويس، لكن في النهايه داير منابر بصراحه كويس، داير منابر محل الاشكال نفسه يعني. هسه قصه الناس تمشي تغني في المعسكرات ده خطا، انا امشي اغني وسط الناس حمله السلاح مثلا، المسؤولين ده زادهم نغني وسطهم هم عشان نغير في حاجات في جوان بصراحة يعني. محتاجين الفنان يا أستاذ عمر يتنزل للناس في يا أخي المسؤولين ده نغني لهم هم زادهم بس يجونا، ما يجوا مواطنين، يجوا هم زادهم هم لأنهم بغيروا الأشياء هم كويس. أنا ذكرت لك نماذج حية موجودة رغم ديل في أحدي الناس بيشتكوا منهم، أنا واحد من الناس اشتكيت يعني من الناس الظلمت في أحدي زي ذاك يعني كويس، لكن الحق ده زي اللي يقولوا يعني يعني إيه اللي ده غير أشياء كثيرة جدا، كان بحارب كده لكن كان مؤمن بدور الثقافة وعمل حاجات وغير، تغيير واضح لكل الناس يعني كويس. ما هو لكن أنا السؤال بقصد إنه ما أحسن إذا عندنا نموذج ما نفكر في حاجة ثانية بحوض وجود النموذج، ما نجتهد عند النموذج. ما أنا كنت بفكر في شنو يا أستاذ عمر، يعني أنا مع احترامي لفكرتك، لكن فكرتي الرئيسية إنه ليه نحن دائما منتظرين السياسي يقول لنا اتجهوا في هذا الاتجاه، ونحن كمثقفين على قلب رجل واحد نحن مش محتاجين يعني نألف 10 أغنيات، لكن أغنية واحدة تكون فاعلة. يعني مثلا عندكم في غرب السودان الحكامة كأدب شعبي عندها مكانتها، وهي التي تقود الحرب وهي التي تطفئها، فدايرين الأغنيات الحقيقية، الفنون التشكيلية، الثقافة أنا برضو بدون معوقات تكون وجود النموذج. انا قدامك النموذج هسه، انا لولا نهايه الحلقه كان قديتك اغاني هنا تسمعها في كل وشو انا عملت حاجه كويس. فانا احنا السياسي ما قاعد يتدخل اثناء التاليف، يبقى زي ما انت تدخل هنا
كويس. التأليف ده أي فنان ضمنه هو معتقداته وإيمانه بيطلع عمله ده بيعبر عن مجتمعه كويس وتعبير صادق يعني ما فيه انحيازات وبتاع. نعم عندنا نماذج بتاع فنانين ما بنسميهم أسماء شينا كده لكن يكونوا المسألة ما مستوعبينها بشكل كويس، لكن أغلب الناس مستوعبين دورهم كويس، تكلموا عن أشياء كثيرة جدا جدا بإيجابية كبيرة جدا جدا. يعني أستاذ عمر أنت إضافتك في هذا البرنامج إضافتك في هذا البرنامج إنه المشكلة منبرية، أنت بس عاوز منابر للغناء وتثقيف الساسة والمواطنين. أيوة فقط مشكلة منبرية. وين الآن المسارح المفروض تكون قاعدة في البلد دي؟ يعني مهرجانات وين المفروض تكون في مهرجانات؟ في مهرجان للأغنية الوطنية، البلد دي ملتهبة ماشية على شفهاوية كويس. أنا اللي بشوفه كده ما شايف لها حاجة في قلق عام يعني كويس. إحنا المفروض نقلق، إحنا نوم ميينا كويس، لكن ده كله ما في شيء، ما في عمل بصراحه كويس. واي زول بيعمل عمل بيعمله على حدود مصالحه الشخصيه، نقول الكلام ده كويس. الناس لازم يطلعوا من المساله الضيقه دي لفضاء ارحب ويحطوا المواطن ده نصب عيونهم، هو ده الناس بتعمل من اجله ورفاهيته يعني، ده المفروض يكون يعني. بدون الكلام ده تاني اي حاجات تاني الناس بيقولوا لا ده مسائل ما فاتت المصالح الشخصيه يعني. استاذ عمر البرنامج ده هو عباره عن صالون مفتوح للفن بشقيه، الفن الجمالي وكذلك الفن الرسالي. العديد من المحطات تجاوزنا، لو بتلاحظ كل المذيعين عندهم كلمة واحدة بقولها في نهاية اللقاءات إنه الزمن ما أسعفنا، لكن حقيقة الزمن ما أسعفنا في هذه الحلقة. عمر إحساس عمر الندامة أو عمر إحساس وأغنية إحساس نفسها ودخول نادي الخرطوم جنوب في 81، العديد من المحطات تجاوزناها للأسف، حتى الجوائز الخارجية، اللقاءات التي أجريت معه في مونت كارلو، غناه في عاصمة النور والجمال في باريس، العديد من المحطات نحن بنحتفظ بها. إن شاء الله تكون لحلقة قادمة، وإن شاء الله يكون للقاء قادم، وأغنيات تكون فاعلة في الحياة، أغنيات قادرة على تحقيق السلام في السودان كله وبالذات لإقليم دارفور. نحن حنختم معاك بلحن جميل جدا، حنشكر السادة المشاهدين وحنشكرك برضو وما يطلبه المذيعون زولي هوي. جميل طلب إجابة طوال يعني. شكرا. زولي هوي زولي هوي زولي لا خدر إن شفته باخدر الشوق فوق زاد قلبي أصلرات ينفد بلميعات بتوشح الصوات أسامر النجوم هم البقال زاد زولي هوي زولي لا خدر إن شفته باخدر ينقالوا لي رح سرح مع المرح ونبوح الباع برجاه للصباح أريت لي جناح أطير مع النصح زولي هوي زولي هوي بدر التمام جمالك بدر التمام جمالك نغم البلوم كلام نغم البلوم ريحة الدعاء السلام ريحة الدعاء السلام دار النعم مقامك دار النعم مقامك لا 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 بتوشح السواد أسامر النجوم هم البقالي زاد زولي هوي زولي هوي زولي لا خدر من شفته باخدر وينقالوا لي راح سرح مع المراح ونبوح الباع برجاه للصباح أريت لي جناح أطير مع النصح زولي هوي زولي هوي بدر التمام جمالك بدر التمام جمالك نغم البلوم كلام نغم البلوم ريحة الدعاء السلام ريحة الدعاء السلام دار النعم مقام دار مقامك
لا 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 ل